بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله عن موضوع مهم جدا، وهو ظاهرة السكين افكت وخطورتها مع وجود الهارمونكس على زيادة نسبة اللصص في الشبكة وارتفاع درجة حرارة المهمات الكهربية لقيم غير مقبولة تماما. دايما نسمع ان اكبر مشكلة لوجود الهارمونكس في الشبكة هو ارتفاع درجة حرارة المهمات الكهربية زي المحولات والكابلات مثلا، بالإضافة إلى السخونة العالية جدا للأجهزة والأحمال المختلفة مثل المحركات أو الموتورز. وممكن في النهاية تتسبب هذه الهارمونكس في انهيار تام للمحولات أو المحركات. وللأسف كتير جدا من المهندسين بيلاحظوا ارتفاع درجة حرارة أو سخونة المهمات الكهربية لقيم غير مقبولة أو قيم عالية جدا، وللأسف بيجهلوا تماما موضوع وخطورة السكين افكت وخصوصا مع وجود الهارمونكس، وبالتالي هيكون تشخيص العطل غلط بنسبة كبيرة جدا. علشان كده في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم باستفاضة عن تفسير وخطورة ظاهرة السكين افكت مع وجود الهارمونكس، وازاي نقدر نعالجها او نقلل منها على قدر المستطاع. طبعا الكل يعرف ان مرور التيار المتردد في اي موصل بينشأ عنه مجال مغناطيسي او ماجنتيك فيلد متردد. معنى كده ان حدوث الفيض المغناطيسي او الماجنتيك فيلد مرتبط بمرور التيار الكهربي في اي موصل. لازم نعرف اننا كل ما نتجه لداخل الموصل او قلب الموصل بيزيد الفيض المغناطيسي لداخل الموصل. وطبعا زيادة الفيض المغناطيسي او الماجنتيك فيلد مرتبط بزيادة الاندكتنس. وكلنا يعرف ان المعوق الحسية او الاندكتيف رياكتنس اللي هي اكس ال بتساوي 2 باي اف ال. معنى كده ان كل ما تزيد الاندكتنس هتزيد معاها او تبع ليها المعوقة الحسية او الاندكتيف رياكتنس. لازم برضو نعرف ان من خلال المعادلة اللي قدامنا ان زيادة التردد او الفريكوانسي بيعمل ايضا على زيادة الاندكتيف رياكتنس، وده معناه ان كلما اتجهنا لداخل او قلب الموصل هتزيد الاندكتنس وبالتالي هتزيد الاندكتيف رياكتنس. ولازم نعرف ان زيادة المعوقة الحسية او الاندكتيف رياكتنس داخل قلب الموصل هتعمل على طرد التيار المتردد من الداخل او من داخل قلب الموصل بحيث يمر في طبقة معينة من سطح الموصل. بمعنى ان تركيز التيار المتردد هيكون على سطح الموصل او في الطبقة الخارجية من الموصل. وزي ما احنا شايفين ان اماكن مرور التيار المتردد موضحة باللون الاحمر، لكن داخل قلب الموصل او في منتصف الموصل يكاد يعني عدم مرور التيار المتردد او يمر ولكن بقيم بسيطة جدا جدا. الظاهرة دي اسمها ظاهرة السكين افكت. يبقى ظاهرة السكين افكت هي عبارة عن مرور او سريان التيار المتردد في الحدود الخارجية او الطبقات الخارجية لمساحة مقطع الموصل، ولكن بقيم اكبر من مروره في منتصف او داخل قلب الموصل. وزي ما قلنا ان ظاهرة السكين افكت سببها حاجتين، اول سبب هو وجود الاندكتنس، تاني سبب هو وجود التردد او الفريكوانسي. طبعا وجود التردد او الفريكوانسي بيعملوا على زيادة الاندكتيف رياكتنس داخل قلب الموصل، والاندكتيف رياكتنس هي اللي بتعمل عملية طرد للتيار المتردد للطبقات الخارجية من الموصل. معنى كده ان العامل المؤثر على ظاهرة السكين افكت هو وجود او ارتفاع قيمة التردد. بمعنى ان كل ما يزيد التردد هتزيد ظاهرة السكين افكت، وبالتالي هيمر التيار في سمك اقل او طبقة خارجية من الموصل بسمك اقل
بسبب زيادة التردد. طب ايه اللي ممكن يزود التردد؟ طبعا ما فيش غير الهارمونكس. وزي ما احنا عارفين ان الاجهزة الالكترونية ومصانع او ورش اللحام على سبيل المثال هي اهم مصادر وجود الهارمونكس في الشبكة. وطبعا الكل يعرف ان الهارمونكس هي عبارة عن قيم مختلفة من الترددات داخل موجة الجهد او موجة التيار. بمعنى ان لو التردد او الفريكوانسي مثلا في الشبكة 50 هرتز، وبالتالي هتكون قيم الترددات اضعاف مضاعفة للخمسين هرتز. بمعنى ان لو الشبكة فيها سيرد هارمونكس او هارمونكس من الدرجة التالتة، معنى كده ان التردد الموجود هو 150 هرتز. ولو الشبكة فيها هارمونكس من الدرجة الخامسة او فيفس هارمونكس، معنى كده ان التردد الموجود هو 250 هرتز. ولو الشبكة فيها هارمونكس من الدرجة السابعة او سيفنز هارمونكس، معنى كده ان التردد الموجود هو 350 هرتز. وهكذا قيم مختلفة طبعا من الترددات بسبب وجود الهارمونكس. وزي ما احنا شايفين ان كل ما الهارمونكس بتزيد وبالتالي قيم الفريكوانسي هتزيد، وبالتالي ظاهرة السكين افكت هتزيد. بمعنى ان زيادة طرد التيار المتردد للطبقة الخارجية من الموصل بتزيد. طيب هل فعلا ممكن يوجد هارمونكس في الشبكة الكهربية او دوائر التيار المتردد بقيم او بدرجات او بأوردرز اكبر من التالتة او الخامسة او السابعة؟ طبعا بالتأكيد موجود في الشبكة هارمونكس بدرجات اكبر من التالتة والخامسة والسابعة. زي ما احنا شايفين دي صورة واقعية بالفعل من الواقع العملي للهارمونكس الموجودة على احدى كابلات جهد 11 كيلو فولت. في المثال اللي قبل كده كنا بنتكلم على الهارمونكس من الدرجة التالتة والخامسة والسابعة، لكن تخيل هنا قدامنا يوجد هارمونكس من الدرجة التانية حتى الدرجة الخمسين. تخيل بقى حضرتك شكل السكين افكت في الموصل او الكابل اللي موجود عليه تيار متردد بتردد 50 هرتز وترددات او هارمونكس من التانية حتى الدرجة الخمسين وعلى الثلاث فازات R و S و T. يبقى زي ما قلنا ان كل ما الهارمونكس بتزيد وبالتالي الفريكوانسي هتزيد، وبالتالي ظاهرة السكين افكت هتزيد. وطبعا زيادة ظاهرة السكين افكت معناها زيادة طرد التيار للطبقة الخارجية من الموصل هتزيد. طب ازاي نقدر نفسر الكلام دوت؟ على سبيل المثال لو عندنا مثلا خمس موصلات من النحاس، موصل A و B و C و D و E، والخمس موصلات كلهم بنفس مساحة المقطع 300 مليمتر مربع، وتقريبا قطر الموصل او الديامتر هو حوالي 20 مليمتر. زي ما احنا شايفين الموصل A موجود في دوائر التيار المستمر الدي سي، وده معناه ان التردد او الفريكوانسي طبعا هيتساوي صفر. الموصل B موجود في دوائر التيار المتردد بتردد 50 هرتز. الموصل C موجود ايضا في دوائر التيار المتردد ولكن بتردد 60 هرتز. الموصل D مع التردد 1 كيلو هرتز، والموصل E مع التردد 10 كيلو هرتز. السؤال هنا عاوزين نعرف شكل التيار المتردد في كل موصل طبقا لظاهرة السكين افكت، وطبعا مع اختلاف التردد او الفريكوانسي الموجود على كل موصل او كل كابل. زي ما احنا شايفين الموصل A موجود في دوائر التيار المستمر، بمعنى ان التيار اللي بمر داخل الموصل A هو دي سي كارنت، وبالتالي طالما دي سي كارنت يبقى التردد او الفريكوانسي هتساوي صفر. وطالما الفريكوانسي بتساوي صفر وطبقا للمعادله الاكس ال اللي هي الاندكتيف رياكتانس بتساوي 2 باي اف ال، يبقى الاندكتيف رياكتانس هتساوي صفر. وطالما الاندكتيف رياكتانس اكس ال بتساوي صفر،
طبعا مفيش معوقة تماما داخل الموصل، وده معناه انه مفيش او تنعدم ظاهرة السكين افكت على الموصل A، وبالتالي التيار المستمر او الدي سي كارنت هيمر في جميع اجزاء مساحة مقطع الموصل A، زي ما احنا شايفين التيار اللي بيمر هيكون باللون الاحمر في جميع اجزاء مساحة مقطع الموصل A. اما في حالة الموصل B، وطبعا الموصل ده موجود في دوائر التيار المتردد مع التردد 50 هرتز، يبقى طالما يوجد تردد او تيار متردد يبقى بالتالي في عندي ظاهرة سكين افكت موجودة، وبالتالي طبقا للمعادلة XL بتساوي 2 باي FL هيبقى فيه طبعا معوقة حسية او inductive reactance XL بقيمة معينة. معنى كده ان وجود المعوقة الحسية XL هتعمل عملية طرد للتيار المتردد من قلب او من داخل قلب الموصل لطبقة خارجية او للسطح الخارجي من الموصل، بمعنى ان التيار المتردد مع التردد 50 هرتز هيمر ويتحرك خلال سمك معين من الطبقة الخارجية للموصل بحوالي 9.5 ملم، وبالتالي مساحة مقطع الموصل اللي التيار المتردد هيتحرك فيها هتكون حوالي 227 ملم مربع، وطبعا مش هتكون 300 ملم مربع زي حالة الدي سي. نركز بقى في النقطة دي لانها مهمة جدا بالنسبة للموصل سي، وزي ما احنا شايفين ان الموصل سي موجود في دوائر التيار المتردد ولكن بتردد 60 هرتز، يبقى معنى كده ان الاندكتيف رياكتانس اكس ال هتزيد بقيمة اكبر من القيمة في حالة ال 50 هرتز، طبعا بسبب ان التردد زاد من 50 ل 60 هرتز، والزيادة البسيطة في قيمة XL هتعمل على طرد التيار المتردد للسطح الخارجي للموصل بإزاحة بسيطة عن حالة ال 50 هرتز. علشان كده نلاقي ان التيار المتردد في حالة ال 60 هرتز هيمر في الطبقة الخارجية للموصل وهيمر في سمك حوالي 8.5 ملم، اي في سمك اقل من حالة ال 50 هرتز، وبالتالي التيار في حالة 60 هرتز هيمر في مساحة مقطع حوالي 210 ملم مربع، اي في مساحة مقطع اقل من حالة 50 هرتز. علشان كده بنركز على نقطة مهمة جدا، وهي ما ينفعش اتعامل مع الحسابات الكهربية واجهل تماما قيمة التردد 50 هرتز او 60 هرتز، بمعنى مثلا ان كتالوج الكابلات اللي بختار منه مساحة المقطع لازم اعرف الاول الكتالوج ده للتردد كام، 50 هرتز ولا 60 هرتز، لان مساحة المقطع اللي تم حسابها في كتالوج الكابلات هتكون على اساس قيمة التردد، وطبعا لو محسوبة على اساس ال 50 هرتز هتكون مختلفة تماما عن حسابات ال 60 هرتز. نفس الكلام في حالة الموصل دي اللي بيكون مع التردد 1 كيلو هرتز، طبعا طالما التردد هيزيد يبقى ظاهرة السكين افكت هتزيد، وطبعا سمك الطبقة الخارجية من الموصل اللي التيار المتردد هيمر فيها هتقل، بمعنى ان التيار المتردد هيمر في سمك حوالي 2 ملم، وبالتالي مساحة المقطع اللي التيار المتردد هيمر فيها مع التردد 1 كيلو هرتز هيمر فيها حوالي 60 ملم مربع. وفي حالة الموصل ايه اللي هو بيكون مع التردد 10 كيلو هرتز، وبالتالي التيار المتردد هيمر في سمك من الطبقة الخارجية للموصل ما تزيدش عن او لا تزيد عن 7.1 ملم، اي بمساحة مقطع حوالي 21 ملم مربع. يبقى زي ما احنا شايفين كل ما بيزيد التردد او كل ما تزيد الفريكوانسي
هتزيد ظاهرة السكين افكت، وبالتالي زيادة طرد التيار المتردد للطبقة الخارجية للموصل، وبالتالي هتقل مساحة مقطع وسمك الطبقة الخارجية اللي التيار المتردد هيمر فيها. لكن لازم نوضح نقطة مهمة جدا. نفترض ان الكابل او الموصل اللي مساحة مقطعه 300 ملي متر مربع موجود في دايرة حملها 500 امبير. طبعا علشان نختار مساحة مقطع الموصل او الكابل اللي يقدر يتحمل تيار متردد بقيمة 500 امبير، طبعا من خلال جداول الكابلات لقينا مثلا ان الكابل او الموصل مثلا اللي مساحة مقطعه 300 ملي متر مربع على التردد 50 هرتز، بأكد على التردد 50 هرتز، بيقدر يتحمل تيار بقيمة 500 امبير، ولكن على تردد 50 هرتز فقط، لان مصنع الكابلات عامل حساباته على اساس ظاهرة السكين افكت، وعارف ان التيار المتردد هيمر في طبقة من سطح الموصل، بمعنى ان ال 500 امبير هيمروا في المساحة الخارجية للموصل او الكابل اللي هي 227 ملي متر مربع. لكن ايه المشكلة هنا؟ المشكلة ان لو حضرتك استخدمت نفس الكابل بنفس مساحة المقطع اللي هي 300 ملي متر مربع بنفس الامبير ولكن مع تردد 60 هرتز، طبعا هنلاقي ان ال 500 امبير بدل ما يمر في مقطع 227 ملي متر مربع هيمر في مقطع 210 ملي متر مربع. ونفس الكلام لو استخدمنا نفس الكابل بنفس الامبير ولكن مثلا في وجود تردد اعلى من ال 60 هرتز زي الهارمونكس، وطبعا ال 500 امبير هيمر في مساحة مقطع 60 ملي متر مربع او 21 ملي متر مربع، وده طبعا هيعمل سخونة للكابل لان مساحة المقطع اللي هي مثلا 60 ملي متر مربع او 21 ملي متر مربع بسبب وجود التردد العالي طبعا مش هيتحمل قيمة الامبير العالي اللي هو 500 امبير. يبقى لازم نحافظ على التردد طبقا للموصل اللي انا بستخدمه في الدايرة اللي عندي، واتجنب قدر المستطاع وجود الهارمونكس او ارتفاع التردد. النقطة بقى الاهم في الموضوع ده، وزي ما كلنا عارفين ان مقاومة اي موصل بتكون من العلاقة R بتساوي رو في L على A، وطبعا L طول الموصل او طول الكابل، وA مساحة مقطع الموصل او مساحة مقطع الكابل، بمعنى ان مقاومة الموصل اللي هي R هتتناسب تناسب عكسي مع مساحة مقطعه A، بمعنى ان لو مساحة مقطع الموصل قلت ده معناه ان هتزيد مقاومة الموصل. لو رجعنا للامثلة اللي معانا الموصل A و B و C و D و E، وعاوزين نعرف مساحة مقطع كل موصل وقيمة مقاومته، لازم نعرف ان المساحة والمقاومة ليست مساحة المقطع الموصل الكلية، بمعنى ان المقاومة هنا ليست محسوبة على اساس مساحة المقطع 300 ملي متر مربع، ولكن مساحة المقطع والمقاومة محسوبة على اساس مساحة المقطع او سمك الطبقة من الموصل اللي التيار هيمر فيها. نفهم من كده ان بالرغم ان مساحة المقطع الكلية لكل موصل A و B و C و D و E هي 300 ملي متر مربع، ولكن بسبب اختلاف قيمة التردد لكل موصل هتختلف سمك الطبقة الخارجية من الموصل اللي التيار هيمر فيها، وبالتالي نلاقي ان مساحة المقطع الفعلية لمرور التيار هتقل بزيادة التردد. علشان كده نلاقي انه في حالة الموصل A اي في حالة الدي سي مساحة المقطع الكلية هي 300 ملي متر مربع، وايضا مساحة المقطع الفعلية اللي التيار بيمر فيها هي برضو 300 ملي متر مربع. لكن بالنسبة للموصل بي
اي في حالة التيار متردد بتردد 50 هرتز، بالرغم ان مساحة المقطع الكلية هي 300 ملي متر مربع، لكن مساحة المقطع الفعلية اللي التيار هيمر فيها هي 227 ملي متر مربع. وبالنسبة للموصل سي اللي في حالة تردد 60 هرتز، مساحة المقطع الفعلية 210 ملي متر مربع. وبالنسبة للموصل دي اللي مع تردد 1 كيلو هرتز، مساحة المقطع الفعلية هي 60 ملي متر مربع. ومع الموصل اي اللي مع تردد 10 كيلو هرتز، مساحة المقطع الفعلية اللي التيار هيمر فيها هي 21 ملي متر مربع. وزي ما قلنا ان مقاومة الموصل بتتناسب تناسب عكسي مع مساحة مقطعه، وزي ما احنا شايفين ان مساحة المقطع هتقل بزيادة التردد، يبقى نفهم من كده ان مقاومة الموصل هتزيد بزيادة التردد. يبقى معنى كده ان مقاومة الموصل اي في حالة التردد 10 كيلو هرتز هتكون اكبر ما يمكن بسبب زيادة التردد. طب ايه المشاكل الفنية اللي ممكن تقابلنا او ممكن نشوفها بسبب زيادة مقاومة الموصل؟ هنبدأ بالمشاكل الاقل خطورة، لكن في الواقع هي مشاكل كبيرة جدا. اول مشكلة هي مشكلة اللوسز او الباور لوسز. طبعا المعادلة المعروفة للباور لوسز هي ان الباور لوسز بتساوي 3 اي سكوير في الار، وبالتالي زيادة مقاومة الموصل يعني زيادة اللوسز او زيادة الباور لوسز، وزيادة الباور لوسز معناها خسارة مالية وفقد في الطاقة الكهربية كبير اللي موجود في الشبكة. وبالتأكيد لازم اتجنب بقدر المستطاع زيادة الهارمونيكس اللي موجودة في الشبكة علشان اتجنب زيادة السكين افكت، وبالتالي اتجنب زيادة مقاومة الموصل، وبالتالي اتجنب زيادة اللوسز اللي موجودة في الشبكة. تاني مشكلة هتواجهنا بسبب زيادة مقاومة الموصل هي موضوع الفولتج دروب. وزي ما احنا عارفين ان المعادلة الاساسية للفولتج دروب ان الفولتج دروب بيساوي الاي في الار، ان التيار اللي بيمر في الموصل في مقاومة الموصل، وبالتالي زيادة مقاومة الموصل يعني زيادة الفولتج دروب. وطبعا لو عندنا خط هوائي او كابل لمسافة او لطول كبير جدا، ده معناه ان الجهد هيوصل في اخر الخط بقيمة اقل من القيمة المطلوبة، وده طبعا بسبب زيادة انخفاض الجهد الناتج عن الفولتج دروب. لان طبعا كل ما مساحة او طول الموصل او الكابل بيزيد، ده معناه ان المقاومة هتزيد، وبالتالي زيادة انخفاض الجهد، وبالتالي هيوصل الجهد في اخر الخط لقيمة غير مطلوبة تماما لتشغيل الاحمال الكهربية المختلفة. من اهم واخطر مشاكل وجود السكين افكت مع وجود الهارمونيكس في الشبكة هو موضوع ارتفاع درجة حرارة المهمات او سخونة المهمات الكهربية زي المحولات والكابلات والباسبارز وخطوط النقل الهوائية وتلف وانهيار الموتورز او الاجهزة المختلفة باختلاف انواعها. نيجي مثلا للمشاكل اللي ممكن تحصل بسبب الهارمونيكس وبسبب السكين افكت في المحولات. زي ما احنا قلنا اهم اسباب او اهم المشاكل اللي بتعملها السكين افكت مع وجود الهارمونيكس هو زيادة التسخين الاجهزة الكهربية، زيادة التحميل، انهيار المهمات. على سبيل المثال زي ما احنا شايفين قدامنا، مثلا لو عندنا محول باور ترانسفورمر 220 كيلو فولت على 66 كيلو فولت قدرته 40 ميجا فولت امبير، طبعا البرايمري كارنت او التيار البرايمري جهة ال 220 هيكون 105 امبير، تيار جهة ال 66 كيلو فولت هيكون 350 امبير. وزي ما احنا عارفين
إن الجهد العالي بيقابله انخفاض في قيمة الأمبير، والجهد الأقل اللي هو 66 كيلو فولت بيكون التيار مرتفع فيه، يعني معناها نسبة وتناسب. في وقت من الأوقات هنلاقي أو بنلاحظ ارتفاع درجة حرارة المحول لقيمة غير مقبولة تماما. بالمتابعة المستمرة بنلاقي إن درجة حرارة المحول في زيادة مستمرة. طبعا بنفصل المحول ونعمل عليه كل الاختبارات الكهربائية المطلوبة، وطبعا بنكشف على كل أماكن الرباطات للملفات، وطبعا زيادة حرارة الملفات بتزيد من زيادة سخونة الزيت، وطبعا هيعمل لي مشكلة كبيرة جدا في المحول. بعد ما فصلنا المحول وعملنا فحص شامل للمحول وعملنا كل الاختبارات وكل الصيانات، بنرجع المحول تاني الخدمة، وبعد فترة بنلاحظ ان الحرارة العالية ما زالت موجودة داخل المحول. اخر تصرف بنعمله بنكلم المصنع، وممكن المصنع يطلب ان المحول يروح المصنع، والمصنع يكشف عن المحول ويراجع كل التربطات ويراجع كل الموصلات ويراجع كل الحاجات او المهمات داخل المحول ما فيش فيها اي مشكلة، ونرجع المحول تاني لمكان عمله، سواء كان محطة او كان في توزيع او اي كان في جهة عمل، وبعد فترة بنلاحظ ارتفاع درجة حرارة المحول. للأسف في اعطال كتير جدا ممكن تسبب ارتفاع درجة حرارة المحول، لكن للأسف كتير جدا بيجهل تماما موضوع السكين افكت وموضوع الهارمونيكس. احنا قلنا قبل كده على سبيل المثال عندنا ملف 220 كيلو فولت وملف 66 كيلو فولت، مساحة مقطع الموصل في جهة ال 220 محسوبة على اساس ال 105 امبير او اعلى شوية، مساحة مقطع الموصل جهة ال 66 كيلو فولت محسوبة على اساس ال 350 امبير او اعلى من القيمة دي بقيمة بسيطة. على سبيل المثال نفترض ان مساحة مقطع الملف السكندري او مساحة مقطع الموصل او الملف جهة ال 66 كيلو فولت على سبيل المثال 50 ملي متر مربع. احنا قلنا قبل كده 50 ملي متر مربع دي تم تصميمها في المصنع لو التردد 50 هرتز، لكن حضرتك لما تشغل المحول على تردد غير ال 50 هرتز هتختلف مساحة مقطعه، بمعنى ان مساحة مقطع الموصل اللي موجود جانب ال 66 كيلو فولت وليكن 50 ملي متر مربع، ده يقدر يتحمل ال 350 امبير مثلا او قيمة اكبر وليكن 400 امبير حسب جداول التحميل اللي المصنع عاملها، لكن ما ننساش ان كل ده على اساس ال 50 هرتز. تخيل بقى حضرتك لو عندك هارمونيكس 1 كيلو هرتز 2 كيلو هرتز ترددات كبيرة جدا، زي ما احنا قلنا ان مساحة مقطع الموصل اللي المصنع عاملها اللي هي 50 ملي متر مربع في وجود الهارمونيكس العالية وفي وجود الترددات العالية هي صحيح 50 ملي متر مربع، لكن بسبب وجود الترددات ديت هتكون حوالي مثلا 10 ملي متر مربع. تخيل ان 10 ملي متر مربع هيتحمله 350 امبير، يعني معنى كده كأني انا استبدلت مساحة المقطع اللي هي 50 ملي متر مربع بمساحة مقطع وليكن 5 ملي متر مربع، قللت مساحة المقطع جامد. طب حضرتك متخيل ايه؟ ان لما اقلل مساحة مقطع الموصل لحوالي عشر القيمة اللي المصنع عاملها، طب انا ما قللتهاش لكن بسبب وجود الهارمونيكس قلت مساحة المقطع مع نفس وجود الامبير اللي هو مثلا 350 امبير، وبالتالي طبعا مساحة المقطع اللي موجود الهارمونيكس مش هتتحمل الامبير اللي هو 350 اللي بالنسبة لها امبير عالي جدا، لانها اصبحت مساحة مقطع فعلية حوالي 10 او ملي متر مربع او اقل من كده بكتير، وطبعا ده بسبب وجود الهارمونيكس وجود مع السكين افكت طبعا هيزود ويرفع من حرارة المحول وسخونة الملفات. وللأسف الكل لازم يبدأ بدراسة الهارمونيكس اللي موجودة الأول على المحول، والمفروض ما نستناش ان المحولات او المهمات تسخن وبعد كده ابدأ ادور واشوف ايه المشكلة،
لو بحثنا موضوع الهارمونكس هنلاقي الشبكة مليانة هارمونكس بدرجات او باوردرز كبيرة جدا، وده احد واهم اسباب انهيار وسخونة المهمات الكهربية. طيب على موضوع الكيبلز، حضرتك عايز كابل وليكن يتحمل 500 امبير، الكابل ده هتركبه على محول او في اي دايرة او على اي مغذي او في اي مهمة معينة. طبعا حضرتك طبقا لجداول الكابلات وبتشوف الكابل اللي بيتحمل 500 امبير هو 300 ملي متر مربع مثلا. بس تاني بأكد ان الكابل ده اللي حضرتك جبت بياناته من كتالوج الكابلات ده على اساس تردد يا اما 50 هرتز او 60 هرتز، نفترض ان هو على 50 هرتز، يبقى معنى كده ان الكابل اللي هو 300 ملي متر مربع المصنع عامله ان هو مع تردد 50 هرتز هيتحمل 500 امبير، لان المصنع عارف ان مع وجود السكين افكت والتردد 50 هرتز المساحة المقطع الفعلية هتكون 227 ملي متر. طب التردد زاد بدون علمنا او بجهل ان احنا عارفين هذه النقطة، طبعا مع ال 60 هرتز زي ما قلنا قبل كده ان مساحة المقطع الفعلية بدل ما هي 227 احنا مع وجود الهارمونكس خليناها 210 ملي متر مربع، يعني احنا قللنا مساحة المقطع برضو مع وجود ال 500 امبير. اصبحت الحرارة الكابلات بتزيد، الهارمونكس زادت والتردد زاد اصبح بالكيلو هيرتز، معنى كده ان بدل مساحة المقطع ما تكون 227 هتكون 60 ملي متر مربع، وطبعا ال 60 ملي متر مربع مطلوب منها انها برضو تتحمل ال 500 امبير، وطبعا ده مستحيل، سخونة الكابلات بتزيد. والحالة الأخيرة مع وجود بقى الترددات بالكيلو هيرتز نلاقي مساحة المقطع أقل ما يمكن 10 ملي متر مربع 20 ملي متر مربع، ومطلوب منها إن هي تتحمل ال 500 أمبير. طبعا بنلاقي في الآخر إن الكابل انهار تماما أو قبلها بيكون سخونة عالية جدا، وطبعا أحد التوقعات إن الكابل طبعا غير صحيح وإن المصنع ورد الكابلات والكابلات غير مختبرة بالمصنع وان الكابل كخط انتاج غير صحيح. طبعا هذا الكلام كله غير صحيح بالمره، صحيح في مشاكل ممكن تحصل في الكابلات، لكن لازم نعرف ان وجود الهارمونكس مع وجود السكين افكت بيدمر الكابل من خلال انه بيدمر مساحه المقطع الفعليه، بدل ما تكون 300 ملي متر مربع هتقل توصل في النهايه مع وجود الهارمونكس حوالي 10 ملي متر مربع، طبعا مع وجود نفس الامبير، وفي الاخر طبعا بينهار الكابل بسبب وجود السكين افكت وبسبب طبعا وجود القيم الرهيبه من الترددات العاليه. نفس الكلام في حاله الموتور والاحمال، عندنا وليكن موتور 50 هورس باور على الجهد 3 فيز 380 فولت تقريبا 71 امبير، نفس الكلام المصنع بتاع الموتورز او بتاع المحركات عامل تصميم الملفات الداخليه للموتور ان الملف الداخلي ما هو الا موصل، ليه كروس سكشن اريا، ليه مساحه مقطع معينه تتحمل ال 71 امبير او قيمه اكبر من 71 امبير. نفس الموضوع مع وجود الهارمونكس مساحه المقطع بتقل لقيمه كبيره جدا، وبالتالي لو مساحة المقطع على سبيل المثال اللي موجودة داخل ملف المحركات وليكن 10 ملي متر مربع اللي هي بتتحمل 70 امبير في حالة التردد 50 هرتز، طبعا في حالة الهارمونكس او الاحمال الالكترونية او الستارترز بتاع المحركات او اي دوائر بدء المحركات اللي هي مليئة بالهارمونكس، طبعا هنلاقي ان مساحة المقطع اللي هي مفروض جوه المحرك مثلا 10 ملي متر مربع هتقل توصل ل 2 مثلا ملي متر مربع بسبب وجود الهارمونكس، وبالتالي نلاقي ان الملفات سخونة عالية جدا وحرارة المحرك عالية جدا، وفي الاخر وفي النهاية انهيار للمحرك وانهيار لاي حمل بسبب وجود السكين افكت ووجود الهارمونكس مع الاحمال العالية جدا. اخر حاجة حابب اوضحها، نفترض ان عندي اتنين موتور، محرك اي سي ومحرك دي سي، طبعا عارفين ان الاي سي موتور
مع تردد مثلا 50 هرتز، وان الدي سي موتور التردد فيه 0 هرتز. نفترض ان القدره للمحركين بينتج عنها ان الامبير بتاع المحرك التيار المتردد 170 امبير، والمحرك الدي سي برضه 170 امبير، يعني الامبير متساوي في الاثنين محرك. طب لو انا حبيت اختار مساحه المقطع للكابل اللي بيناسب المحرك الاي سي والمحرك الدي سي، زي ما احنا شايفين صحيح الامبير بتاع المحرك 170 امبير يعني متساوي، لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان مساحه المقطع هتختلف في حاله الاي سي عن حاله الدي سي بسبب السكين افكت او بسبب الهارمونكس او الترددات العاليه. بمعنى ان انا في حاله ال 50 هرتز او الاي سي موتور هختار مساحه المقطع وليكن 50 ملم مربع، دي اللي بتقدر تتحمل ال 170 امبير، لاني انا عارف ان طبقا لموضوع السكين افكت وطبقا لموضوع الفريكوانسي بصفه عامه ان التيار هيمر في طبقه خارجيه من الموصل، ومعنى كده ان ال 50 ملم مربع هتتناسب مع ال 170 امبير في حاله الاي سي موتور. لكن في حاله الدي سي موتور طبعا انا عارف ان الامبير بيمر في جميع اجزاء الموصل الداخليه، وبالتالي مساحه المقطع في حاله الدي سي موتور هتقل عن مساحه المقطع في حاله الاي سي موتور، وبالتالي ممكن ان ال 35 ملم مربع او ال 25 ملم مربع هتناسب ال 170 امبير. يبقى ما بالرغم ان ال 170 امبير ثابته في الاثنين موتور او الاثنين محرك، لكن في الاي سي موتور انا بحتاج مساحه مقطع اكبر من حاله الدي سي موتور. خلاصه في الموضوع بتاعنا ان ظاهره السكين افكت موجوده طالما موجود تيار متردد في الشبكة، ولكن لازم نعرف ان زيادة التردد مشكلة كبيرة جدا جدا، لان زيادة التردد طبعا ناتج عن الهارمونكس، وطبعا زيادة التردد او زيادة الهارمونكس هيعمل على زيادة مقاومة الموصلات وارتفاع درجة حرارتها وسخونة المهمات الكهربية، ومن الممكن طبعا او بالتأكيد انهيارها بعد فترة من الزمن. علشان كده على قدر المستطاع نحاول ونقدر نتغلب على موضوع زيادة السكين افكت من خلال معالجة الهارمونكس، او نقلل منها باستخدام الفلترز على قد ما نقدر، وبالتالي على قد ما نقدر بنعمل خفض او نقلل اللوسز اللي موجودة في الشبكة بقدر المستطاع. وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله.